سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهير، والبداية بأبرز العناوين. السفير الأمريكي يؤكد رفض بلاده للمجلس السياسي الذي أعلنه الإنقلابيون. الجيش الوطني يواصل تقدمه باتجاه العاصمة، وناشطون يدشنون حملة قادمون يا صنعاء. تحرير مواقع جديدة في ثعبات بتعز، والانقلابيون يواصلون استهداف الأحياء السكنية. أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي اليوم مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر تبعات تشكيل ميليشيا الانقلاب لمجلس سياسي مخالف للدستور ودعوة البرلمان للانعقاد. واعتبر رؤساء الكتل البرلمانية هذا الإجراء خرقا فاضحا للدستور وللمبادرة الخليجية التي أكدت على دور المجلس التوافقي، وطالبوا الدول الراعية للمبادرة الخليجية بالضغط على الميليشيا الانقلابية وإيقافها عند حدها. من جهته أكد السفير الأمريكي رفض حكومة بلاده لهذا العمل المخالف لدستور الجمهورية اليمنية وللمبادرة الخليجية ولقرارات الأمم المتحدة، وقال إن ما يترتب على خطواتهم هو في حكم العدم، لأنه لا يرتكز على أي أساس دستوري وهو مخالف لكل الاتفاقات. تسعى الميليشيا الانقلابية لعقد جلسة برلمانية في محاولة منها لضخ الحياة في جسد الانقلاب الكسيح وما يسمى بالمجلس السياسي الذي ولد مشوها على قارعة العار، فيما تقول جملة الوقائع والمؤشرات إن البرلمان الذي أطارت حركته بنصوص المبادرة الخليجية غير قادر على أن يمنحهم ما عجزت عنه آلة حربهم الآثمة. نتابع. البرلمانيون الذين منحهم الشعب الثقة ومنحتهم تقلبات السياسة ورياح الأزمات أطول فترة تمديد تحت قبة البرلمان، عليهم اليوم أن يتذكروا شيئا اسمه مجلس النواب بعد غياب طويل. الدعوة التي وجهها الانقلابيون لأعضاء مجلس النواب لعقد جلساته الأسبوع القادم بعثت في ذاكرة الناخبين اليمنيين اسم مجلس النواب من مرقد النسيان، مجلس عطله الانقلابيون في سياق التعطيل الكامل لكل مؤسسات الدولة والدستور الوطني. ليست وحدها المصائب من لا يأتي فرادى، فالعجائب أيضا تأتي دفعة واحدة، فقبل أن يجف حبر الدعوة الانقلابية الباطلة قانونيا ودستوريا خرج الراعي من مرقده مباركا المجلس السياسي ومرحبا بأسماء أعضائه ومقررا إجابة دعوة سيده وعقد جلسات البرلمان على الفور. يبدو الراعي في سباق مع الزمن وهو يحاول أن يهش بعصاه التي طالما أدار بها البرلمان، عصى الحزب الحاكم والأغلبية المريحة في وجوه أعضاء مجلس نواب تفرقوا أيدي سبأ. جل أعضاء المجلس ونواب مؤتمريون كثر خارج البلاد، وهذه المعلومة سيدركها رئيس البرلمان المنتهية صلاحيته بعد وقت، فقد غيبت الأحداث والعواصف الراعية والمجلس عن متغيرات جرت خارج وعيهما. بيد أن دعوة الانقلابيين الباطلة دستوريا وقانونيا لشرعنة مجلس سياسي هو باطل أساسا، لا يبدو أنها تضع شيئا اسمه النصاب القانوني في الحسبان، فلا شيء لا يجوز على خشبة الملهاة الانقلابية. قد تحضر قلة قليلة من النواب تحت ضغط السلاح أو العصا، وقد لا تحضر، وقد يحضر الراعي المخلص للمخلوع وحده، وسيكون هذا كافيا في زمن الميليشيات لمنح المجلس السياسي قبعة شرعية زائفة ستسقط هي أيضا في مهب الحزم العاصف والإرادة الشعبية العارمة. إذن ثمن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغرة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة الحكومة اليمنية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والإعلامية والإغاثية والإنسانية
في سبيل إعادة الشرعية. وقال رئيس الوزراء في اتصال هاتفي مع وزير الثقافة والإعلام السعودي، قال بأن وقوف المملكة المستمر مع اليمن ساهم في جعل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على مشارف صنعاء التي اقترب موعد تحريرها، مؤكدا أن ما قامت به المملكة تجاه اليمن سيسجله التاريخ بمداد من ذهب، وستذكره الأجيال تلو الأجيال ولن ينساه اليمنيون. من جهته قال وزير الثقافة والإعلام السعودي أن ما تقوم به الوزارة يأتي انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهده، والذين يؤكدون دائما على أهمية الاستجابة الفورية لدعم الشرعية في اليمن. سنظل نحاور ولكن سنحاور بلسان هارون، ولن نترك عصا موسى. وإنما هي سواء وإحنا على أطراف صنعاء وضواحيها. تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصاراتها وتقدمها في جبهة نهب محافظة صنعاء، حيث سيطرت على جبال مدفون والتبة الحمراء. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمهم وسيطرتهم على مناطق جديدة في منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء بعد تمكنهم اليوم من السيطرة على منطقة المدفون والتبة الحمراء وقطع الخط الواصل بين المدفون ومنطقة محلي التي تقع على خط صنعاء مأرب وهروب ميليشيات الحوثي والمخلوع شمالا باتجاه جبال ضبوعة. الأوضاع الآن هجوم شرس على الأعداء وفروا من متارسهم الأمامية، ونحن الآن نسيطر على المدفون والمتارس حقهم الأمامية والخلفية. الآن هم يتجهون إلى بعض يهربون إلى الجبال. وقد أحرق مقاتلو الجيش والمقاومة طقمين عسكريين تابعين للميليشيات بالقرب من منطقة المجاوحة وبني فرج، كما قام طيران التحالف بضرب تعزيزات ومعدات للميليشيات في منطقة محلي كانت تحاول الوصول للمشاركة في المعركة. تقدمت قواتنا أبطال الجيش، القوات الجيش والمقاومة في الجبال وعلى مدفون، و أكثر الجبال هذه أخذتها المقاومة والجيش، والحمد لله انتصارات عظيمة، والجيش تقدم إن شاء الله، والآن قادمين يا صنعاء بل قادمون يا يمن. وقد أسفرت معركة اليوم عن سقوط أكثر من 20 وجرح العشرات في صفوف الميليشيات واستشهاد 3 وجرح 10 من مقاتلي الجيش والمقاومة. من جهة أخرى يقوم الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني باستخراج كميات من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع في المناطق التي فرت منها في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش والمقاومة. يضيق الخناق على ميليشيات الحوثي والمخلوع يوما بعد آخر لتكون النتيجة انتهاء الانقلاب وعودة الشرعية. محمد القليصي لقناة سهيل، مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. انطلقت مساء اليوم فعاليات التظاهرة الإلكترونية التي دعا إليها نشطاء ومثقفون وصحفيون يمنيون على الهاشتاغ
قادمون يا صنعاء، وتهدف التظاهرة الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مناصرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي في كل الجبهات ومساندتهم ونشر ما يقومون به من أعمال وتضحيات في سبيل استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب. كما دعا البلاغ الصحفي القائمين على القنوات الفضائية إلى التفاعل مع التظاهرة بإظهار الهاشتاغ في زوايا شاشات القنوات وتخصيص مساحة لتغطية التظاهرة وأهدافها. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف فهمي العبادي، أحد منظمي الحملة. أستاذ فهمي، بداية، كيف جاءت فكرة التظاهرة الإلكترونية؟ أحييك أخي الكريم وأحيي الأخوة المشاهدين لقناة سهيل، أحييكم جميعا أينما كنتم. طبعا الحملة قادمون يا صنعاء هي جاءت فكرتها انطلاقا من انطلاق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير اليمن واستعادة عاصمته صنعاء. فلذلك نحن اتفقنا، نحن وجمع من الأخوة في المؤسسين أو الراعين لهذه الحملة، بأن تكون لنا انطلاقة موافقة أو متوازية مع انطلاقة الجيش الوطني وكذلك مع المقاومة الشعبية، لأننا مؤمنين إيمانا جازما بأن الإعلام لا يقل أهمية عما يقدمه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الأرض. فلذلك أخي الكريم هذه الحملة وكذلك ستأتي حملات اتباعا مؤيدة لما يقوم به الجيش الوطني، ولديها أهداف كثيرة. من أهم هذه الأهداف أخي الكريم أولا هو نشر ما يقوم به الجيش الوطني من أعمال وتوصيلها إلى الناس في القرى والمديريات والمحافظات حتى يعرفوا قدر هذا الجيش وقدر المقاومة الشعبية. كذلك أيضا نقوم بجانب التوعية وتعريف الناس بما تقوم به الشرعية بمساندة قوات التحالف العربي. نعم. وكذلك بما تقوم به المقاومة حتى يعرف الناس أيضا ما تجود به هذه القوة على الأرض. كذلك أيضا من أهداف هذه الحملة هي الرد على الشبهات والرد على الأخبار السيئة التي يحاول أن يبثها دائما الإعلام الانقلابي بين فترة وأخرى. فكان لابد من وقفة جازمة من إعلام الشرعية ومن إعلام الجيش الوطني للرد وتعريف الناس بأن هذه الأخبار التي يبثونها دائما هي نتيجة هزيمتهم على الأرض وأيضا أنها عارية من الصحة. فهمي، كم هي المدة المقررة لهذه التظاهرة أو هذه الحملة؟ التظاهرة الرسمية هي نحن انطلقنا بهذه الحملة من الليلة هذه وستنتهي بعد 3 أيام بإذن الله، لكن ما زال أيضا الوقت والمجال مفتوح أمام الجميع ليشاركوا تحت هذا الهاشتاغ. لكن كجهة رسمية مؤسسين أو حاملين لهذه الحملات نحن قررنا بأن تكون 3 أيام نضع من خلالها وننشر أيضا من خلالها ما يقوم به الجيش والمقاومة الشعبية والتحالف العربي، وأيضا نبث رسائل الأمل والتفاؤل لمن يسكنون في العاصمة صنعاء ومن يسكنون خارج العاصمة صنعاء بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هم خير وأمل للجميع. فهمي، ما الجهات التي نسقتم معها من أجل فاعلية ونجاح هذه التظاهرة، سواء كانت جهات رسمية أو جهات خاصة؟ كان اعتمادنا بعد الله سبحانه وتعالى أولا على القاعدة الشعبية للإعلام الشرعي في كل مكان في كل المحافظات، أيضا في المهجر وفي الداخل. كذلك أيضا كان تنسيقنا مع القنوات اليمنية والقنوات الخليجية والسعودية وعلى رأسها حتى قناة سهيل التي قامت مشكورة بهذا الجهد العظيم. كذلك نسقنا مع عدد من المواقع الإخبارية اليمنية والخليجية والسعودية حتى أنك الآن لو دخلت إلى تويتر رأيت الحملة بقوة تمشي ووصلت إلى الترند العالمي، وهذا لن يبلغ ويظهر هذا الهاشتاغ إلا بقوة الدعم الذي تلقيناه من القنوات ومن مواقع الإخبارية ومن القاعدة الشعبية للإعلام وكذلك من الأشخاص الفرحون بهذه الحملة وبقدوم الجيش والمقاومة الشعبية لتحرير اليمن وعاصمته صنعاء. فهمي العبادي، أحد منظمي حملة قادمون يا صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في كل لحظة يتجلى حجم الاصطفاف الوطني الرافض للانقلاب ويتضح إصرار الشعب اليمني على استعادة دولته والتحامه بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،
وفي هذا السياق تنطلق التظاهرة الإلكترونية تحت حملة تحت هاشتاغ قادمون يا صنعاء. قادمون يا صنعاء، هاشتاغ يطلقه اليمنيون الليلة في الواقع الافتراضي تأييدا لخطوات التحالف العربي والجيش والمقاومة في الواقع الميداني، وهي خطوة يؤكد من خلالها أصحاب الكلمة والصورة أنهم مع الأبطال مرابطون وفي هدف المقاومة متفقون. انطلاق التظاهرة الإلكترونية الساعة 8 مساء اليوم الخميس يأتي في ظل مساندة شعبية لكل الخطوات الهادفة لمحو خطيئات الانقلاب، وعلى وجه الخصوص خطوة استعادة صنعاء، حيث تشير المعطيات ألا عاصمة للانقلاب في العاصمة. على الأرض إذن تتقدم قوات الجيش والمقاومة، ومن الجو تساندهم طائرات التحالف، وفي كل بيت على امتداد الوطن مواطنون يؤيدون الشرعية. أما في وسائل التواصل فيواصل النشطاء والصحفيون والحقوقيون تظاهراتهم الإلكترونية المقاومة للانقلاب، ولكل هذه التحركات معنى واحد فقط: لا مقام للانقلاب في أرض كل ما فيها يقاوم الانقلابيين. هي إذن مقاومة شاملة لانقلاب شمل تخريبه كل مناحي الحياة، وهي تظاهرة إلكترونية إعلامية تتم من خلالها مناصرة أعمال البطولة في كل الجبهات ونشر ما يقدمه أبطال الجيش والمقاومة من تضحيات. وإذا كان واقع الحال يشهد بأن المقاومة روح يتحرك بها اليمنيون، وأن سكان العاصمة ليوم الخلاص منتظرون، يصبح المؤكد أن الجيش والمقاومة يا صنعاء. يتمتع أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهب محافظة صنعاء يتمتعون بمعنويات عالية، مؤكدين بأنهم قادمين إلى صنعاء لاستعادتها إلى حضن الدولة والجمهورية والشرعية وإنهاء معاناة سكانها الذين ذاقوا ذرعا بميليشيا الحوثي والمخلوع وممارساتهما. نتابع. لحظات بسيطة بإذن الله، ونحن على مشارف صنعاء لإنقاذ المظلومين والمضطهدين وطرد الظلمة والفاسدين بإذن الله عز وجل. سندخل صنعاء بإذن الله ونحن على مشارف صنعاء. العدو لم يستطع أن يقاوم ساعة أو أقل من ساعتين وتم دحره، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل المقاتلين الأبطال من أبناء الجيش الوطني من المنطقة السابعة، وإن شاء الله داخل صنعاء بإذن الله عز وجل، والعدو مندحر وإلى زوال بإذن الله عز وجل. نحن إن شاء الله قادمون إلى صنعاء القريب العاجل، الناس سوف يذهبون إلى منطقة أرحب. كنا استبشرنا بالحوار خيرا، ولكن اتضح لنا أن هذه الفئة لا يدركون معنى الأمان ولا معنى السلام ولا معنى الحرية للناس، لهذا الشعب هم لا يدركون المعاناة التي يعانيها الشعب، ولكن اتضح لنا أن هذه الفئة لا أحد لها ولا ذمة ولا ميثاق. والحمد لله كما قلنا لكم المعنويات عالية والأمور تحت السيطرة إن شاء الله. التقدم لازال مستمر، التقدم لازال مستمر والتعزيز واصل، وإن شاء الله الموضوع حاسم. الحوثة اليوم نشاهدهم ينسحبون بشكل فظيع هربانين، وإن شاء الله النصر قادم لا محالة، يا ننتصر يا نموت. شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات عنيفة على مواقع ميليشيا الانقلاب والمعسكرات التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء، واستهدفت الغارات قاعدة الديلمي الجوية جوار مطار صنعاء والأكاديمية العسكرية والكلية الحربية وتبة التلفزيون، كما أغارت المقاتلات على معسكر الصيانة ومعسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا ومعسكر الحفا ومعسكر ضبوة والنهدين، إضافة إلى التموين العسكري. أدان الاتحاد الدولي للصحفيين جريمة قتل مراسل قناة سهيل في الجوف الشهيد مبارك العبادي على يد جماعة الحوثي بينما كان يغطي الاشتباكات في محافظة الجوف. وقال الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان له بأن مبارك العبادي كان المصدر الرئيسي للحصول على الأخبار والصور من محافظة الجوف، وأنه كان وفقا لنقابة الصحفيين اليمنيين معروف بنشاطه وتفانيه في عمله الصحفي. وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين عن خالص تعازيه لعائلة مبارك العبادي وأصدقائه،
وطالب فيليب جميع الأطراف المتحاربة بوقف استهداف الصحفيين، مؤكدا بأن المعتدين على الصحفيين ومنتهكي حرية الرأي والتعبير سيلقون عقابهم، وأنه ينبغي حماية الصحفيين وغيرهم من المدنيين من الحرب المستعرة في اليمن كما في كل مكان في العالم. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي نبيل الأسيدي، رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين اليمنيين. نبيل، كيف تنظرون لتفاعل اتحاد الصحافة الدولي مع واقع الصحفيين في اليمن؟ ما يحدث في اليمن هو أكبر كارثة حلت للصحفيين اليمنيين، وبالتالي كافة المنظمات الدولية والحقوقية هي معنية بإدانة كل ما يحدث في اليمن من جراء انتهاكات الحريات الصحفية وما يحصل للصحفيين. 18 صحفيا تم قتلهم خلال عام ونصف منذ دخول الميليشيات إلى العاصمة، أكثر من 96 صحفيا تم اختطافهم خلال عام ونصف، أكثر من أيضا من 100 صحفي تعرضوا للاعتداء ما بين الضرب ومختلف الانتهاكات. الكثير من الانتهاكات التي تعرضها الصحفيين اليمنيين لابد للمجتمع الدولي أن يقف أمامها بحزم وبشدة. اليوم بيان الاتحاد الدولي كان واضحا وصارما فيما يخص استشهاد الزميل مبارك العبادي، وهو يغطي الأحداث. الرقم الذي وصل إليه الشهداء من الصحفيين أصبح لليمن المركز الأول في أن تكون الدولة الأخطر على الصحفيين في العالم. نبيل، فهذا يبعث القلق لدى جميع المنظمات. نعم نبيل، أين هو دور نقابة الصحفيين في تبني قضايا الصحافة والصحفيين في اليمن؟ يعني أنت تقول بأنه يعني اليمن هي أكثر الدول التي تواجه استهدافا للصحفيين والصحافة. للأسف الشديد هناك فراغ كبير في المنظمات المجتمع الدولي، في المنظمات المجتمع المدني التي إما تعرضت للضغط الشديد أو تعرضت للتفريخ أو تعرضت للإقصاء أو تعرضت أيضا للاقتحام. نقابة الصحفيين تعرضت للكثير من أدوات الاستهداف، منها الاستيلاء على مستحقاتها المالية، أيضا محاولة تفريخها وإنشال الاتحاد الإعلاميين اليمنيين. كل ذلك هو يهدف لإسكات صوت النقابة، وبالتالي النقابة هي لا تزال المنظمة الوحيدة في المجتمع المدني التي تناظر من أجل الصحفيين والدفاع عنهم، أو على الأقل قدمت لأكثر من منظمة دولية ولمجلس حقوق الإنسان ولمجلس الأمن، قدمت الملفات في الخاصة باغتيال الصحفيين وقتلهم، وأيضا كافة الانتهاكات مقدمة وللمنظمات الدولية. هناك أيضا وجهت العديد من الرسائل إلى مجلس الأمن الدولي وأيضا إلى المتفاوضين في الكويت وقبلها في جنيف. كل ذلك بذلته النقابة من كونها منظمة مجتمع مدني طوعية، لكن نحن لو كان لنا عتب فنحن نعتب على الحكومة الشرعية وعلى أجهزتها الممثلة في وزارة الإعلام التي كان من المفترض أن تقود هذا الدور. نبيل الأسيدي، عضو نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب والتأهيل بالنقابة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نفذت رابطة أمهات المختطفين صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية تضامنية مع أسر المختطفين الذين استشهدوا في محيط الأمن السياسي في محافظة الحديدة جراء إطلاق النار العشوائي عليهم من قبل ميليشيا الإنقلاب عقب انهيار جانب من المبنى إثر القصف الذي استهدف أحد الهناجر بجواره يوم الاثنين المنصرم. وأقيمت الوقفة أمام مبنى النائب العام بالعاصمة صنعاء، وحملت فيها المحتجات المسؤولية الكاملة لكل الجهات التي تحتجز أبناءهن وتمنعهم من حريتهم وتعرض حياتهم للأخطار المباشرة وغير المباشرة. ودعت رابطة أمهات المختطفين من كل المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعالمية، دعتها إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المختطفين في الدفاع عن حقوقهم والحفاظ على سلامتهم. كان الوقفة التضامنية مع المختطفين في سجن الأمن السياسي في الحديدة. يعيش الأمهات والزوجات لحظات تردد لصاحبها القلق مع الأحداث الأخيرة التي تهدد حياة المختطفين والمخفيين قسرا، وآخرها ما حدث في مدينة الحديدة يوم الاثنين.
الاثنين الموافق 8 أغسطس الجاري من إطلاق للرصاص الحي على مجموعة من السجناء إثر خروجهم بحثاً عن النجاة بعد تهدم جدران بنيانين السجن. زوجات لحظات الترقب تصاحبها القلق مع الأحداث الأخيرة التي تهدد حياة المختطفين والمفقودين قسراً، وآخرها ما حدث في مدينة الحديدة يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الجاري من إطلاق للرصاص الحي على مجموعة من السجناء إثر خروجهم بحثاً عن النجاة بعد تهدم جدران زنازين السجن إثر القصف، وكان حصيلته عدد من القتلى والجرحى. وهنا تجتمع على هؤلاء الأبرياء الصابرين ظلمة الاستبداد والخطر الداهم. إننا في رابطة أمهات المختطفين نحمل المسؤولية الكاملة لكل الجهات التي تحتجز أبناءنا وتمنعهم حريتهم وتعرض حياتهم للأخطار المباشرة وغير المباشرة. تمكن رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني بتعز من تطهير جامع عقبة وعمارة هراش والذي كانت تتمركز فيه عناصر ميليشيا الانقلاب، كما اقتربوا من مدرسة عقبة فيما لازلت الاشتباكات حتى اللحظة. وقال مصدر ميداني إن أبطال المقاومة الشعبية يواصلون مطاردة عناصر الميليشيا الانقلابية في أزقة حي عقبة شرق المدينة، مشيرا إلى أن أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني حققوا تقدما كبيرا في مناطق ثعبات والجحملية، وما تزال المعارك في الجبهة الشرقية على أشدها، فيما يؤكد رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إصرارهم على دحر ميليشيا الانقلاب وتحقيق النصر رغم كثافة الألغام التي زرعتها ميليشيا الانقلاب في الأزقة والمنازل ووحدات القناصين. نقدم اليوم شهداء الحرية، شهداء العزة، شهداء الكرامة الذين استشهدوا يوم أمس في جبهة ثعبات وهم يواجهون قوى الباغي والعدوان والإجرام والانقلاب والتمرد. هذه الدماء لم تذهب سدى، هذه الدماء غالية، حققت انتصارات كبيرة. شباب المقاومة اليوم في هذه اللحظات في جبهة ثعبات يدخلون مسجد عقبة جوار مدرسة عقبة في تقدم مستمر، أسقطوا كثير من بيوت القناصة ومن الثكنات العسكرية التي يتمترس بها ميليشيات الحوثي والمخلوع. انتصارات متقدمة لن تتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى، هم من نص إلى نص. إنجازات كبيرة جدا، في يومين فقط تقدمنا مسافة كبيرة جدا من تحت الهلال الأحمر إلى مدرسة عقبة، وسنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وتخوض المقاومة وتصل إلى منطقة المستشفى العسكري وبعدها، وسنحرر كامل الجحملية في الأيام القريبة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى صعيد متصل، كثفت ميليشيا الانقلاب المتمركزة في تبة سفتل من قصفها العنيف على قلعة القاهرة والأحياء المجاورة لها، واستهدفت دبابة ميليشيا الانقلاب المتمركزة في تبة سفتل شرق المدينة، استهدفت أحياء ثعبات وبعض المناطق المجاورة لها. إلى ذلك قتل أحد عناصر ميليشيا الانقلاب حاول التسلل إلى عمارة الفضلي بالكمب شرق المدينة. جمعت المقاومة الشعبية في كل جبهة من جبهات الوطن أبناء المحافظات الكافة في صفوف واحدة. القائد محمد الذيفاني كان أحد أبناء محافظة عمران الذين شاركوا جنبا إلى جنب مع أبناء تعز في الدفاع عن مدينتهم من ميليشيا الانقلاب قبل أن يعين مديرا لقسم شرطة، ويستشهد وهو يقوم بعمله في تأمين المدينة. نتابع. أصل ذيفان من عمران من قبيلة إيال سريح، لكننا في تعز هنا ندافع عن ديننا، ندافع عن أرضنا، ندافع عن بلدنا، وكل اليمن بلادنا. الناس بعض الميليشيات أو كل الميليشيات لا يفهمون ذلك، أن التعزي والصنعاني والعمراني والمخلافي والصبري هؤلاء كلهم رجل واحد، قلب واحد، عزيمة واحدة، إرادة واحدة. القائد محمد الذيفاني بلقاء خاص مع قناة سهيل قبل استشهاده. الشهيد القائد شهيد الواجب محمد الذيفاني رجل في كل الميادين، في ميدان المقاومة رجل كبير، في ميدان الأمن شيء نادر استثنائي، متنوع المهارات والبطولات، له في كل ميدان بصمة وأثر
إنسان جذاب بطبعه، خطيب مفوه، رياضي محترف، ماذا أقول، مصمم، جرافيكس، كل اجتمعت في شخص واحد اسمه محمد الذيفاني. ونحن بالنسبة لنا كإدارة أمن اتخذنا الإجراءات السريعة وضبطنا أكثر من الناس في العصابة، 11 أفراد الآن في السجون والتحقيقات ماشية، ونحن عاهد الله أن نظل يعني أن نظل في وراء هذه القضية حتى نكشفها تماما وعندما هو في رقبتنا كلنا، ليس كإدارة أمن فقط بل جميع من في تعز، كل من في تعز يعني من 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 مواطنين، من مقاومة، من رجال أمن، من وكلاء المحافظة، السلطة المحلية، من كل الناس. قدم إلى تعز فأحبها ولم يستطع فراقها فدافع عنها حتى قدم روحه فداء لمن أحب. كما أحبه كل من عرفه من أبناء هذه المدينة. فقد كان أب لمن لا أب له، كان الرجل الروحاني الأول، الرجل الرياضي الأول، التربوي الأول، مناقبه ومحامده كثيرة. فقدت اليمن وتعز هامة شامخة كبيرة جدا بحجم جبل صبر وأكبر. الأخ محمد الذيفاني رجل يمن فق، يعني أملنا نحن وإياه سويا منذ بداية الحرب في المواقع في المتارس، وهو يبحث دائما عن أمن واستقرار المدينة رحمة الله عليه، ثم انتقلنا سويا معا إلى قسم الشرطة ونحن نعمل منذ أكثر من سنة. نال الشهادة وهو يقوم بواجبه لتأمين الناس وليحافظ على ممتلكاتهم وأموالهم، وخدم الآخرين حتى ملك قلوبهم بابتسامته، وسيبتسم بقبره كما كان يبتسم بحياته. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. تواصل ميليشيا الانقلاب منذ قرابة 3 أسابيع التحكم بمنفذ غراب إلى غرب مدينة تعز، وقال شهود عيان بأن الميليشيا الانقلابية تقوم بفرض قيود وإتاوات كبيرة على المواطنين والشاحنات، كما ينشط القناصة في استهداف المارة بين الفينة والأخرى، إضافة إلى ممارسات الإذلال التي يتعرض لها المواطنون وكذلك الأطفال لبعض المارة. أن ميليشيات الحوثي والقوات المصالح تغلق جميع منافذ مدينة تعز، وإن كانت هذه الأيام قد فتحت المنفذ الغربي جزئيا وليس كليا، إلا أن هذا الإجراء لا يكفي بحق مدينة تعز مكتظة بالسكان وبحاجة إلى إدخال المواد الغذائية المحاصرة لمدة سنة ونصف تقريبا. هذا الفتح الجزئي لا يفي حاجيات المجتمع وحاجيات الإنسان بداخل المدينة. أيضا لابد من فتح جميع المنافذ لأن المدينة بحاجة إلى المنفذ الغربي الشرقي والمنفذ الشمالي. هذه المدينة تحتاج إلى إطلاق جميع منافذ بكامل الحرية، دع المواطن ينتقل من وإلى مدينة تعز. باعتقادي أن الفتح الجزئي للمنفذ الغربي لا يفي أيضا، يتعرض المواطنين للخوف والهلع من جراء القناصة المتمركزين على المنفذ، أيضا يمارس عملية الإذلال وأخذ الأتاوات الغير قانونية على المارة وبالذات الذين يدخلون المواد الغذائية. كل هذه التعسفات تمارسها ميليشيات الحوثي والقوات المالية صالح لا تزال مستمرة فيها، وبالذات في منطقة غراب التي يتواجد فيها القناصة بشكل مخيف. أكد رئيس منظمة إنسان للحقوق والتنمية أمين حميد المشوري أنه يتم الإعداد لملف كامل حول الجريمة التي خلفها اللغم الذي زرعته ميليشيا الانقلاب في إحدى طرق الوازعية وتقديمه للمحاكم المحلية والدولية. بالأمس القريب دفن نحن بالوازعية، حصلت هناك جريمة بشعة، توصل معي أحد الإخوة في المديرية يتحدث أن هناك 19 أفراد قتلوا إثر جراء لغم أرضي زرعته، قيل أن الميليشيات هي التي زرعته. هذه الجريمة البشعة التي لن تذهب بالتقادم، هذه الجريمة التي جعلت إحدى الأمهات تفقد 4 أطفال ثم واثنان 4 شهداء واثنان أطفال جرحى وزوجها ما زال في العناية المركزة. هذه الجريمة البشعة التي جعلت العويل والصراخ في مديرية الوازعية
حينما رأى من قام بحمل هؤلاء الأطفال وأشلائهم موزعة في على بعد 10 أمتار من جراء اللغم الضخم الذي انفجر في تلك اللحظة. أخي الكريم، هذه الجريمة التي لا تعتبر ضد هذا الفرد ولكنها جريمة مؤجلة، ليس اللغم هذا الوحيد الذي انفجر وسينفجر، ربما هناك ألغام أخرى قد تأتي لتزهق أرواح أخرى في المستقبل كما أزهقت أرواحا أخرى في الماضي. الآن مجموعة من الشباب يجهزون ملفا ضد من قام بهذه الجريمة كائنا من كان، سيقدم هؤلاء للمحاكمة في المحاكم المحلية والدولية، ونحن بصدد إعداد ملف متكامل عن هذه الجريمة. أصيبت طفلة تبلغ في 12 من عمرها بحالة رعب وهلع، نقلت على إثرها للمستشفى جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيا الانقلاب بالقرب من منزل عائلتها في قرية الرحبة غرب مريس في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وقال والد الطفلة في تصريح لسهيل بأن طفلته أصيبت بحالة هلع شديد جراء شدة الانفجار الذي سقط على المنزل، مشيرا إلى نجاته وأفراد أسرته بأعجوبة من الصاروخ الذي سقط على بعد أمتار من منزلهم. أنا كنت نايم أنا وأطفالي وهذا جاء الساعة 10، هذا منزلي هذا. بالله عليكم اقصفوا المنازل حق المواطنين بهذه الصواريخ حق الكواديش، هذا عمل الميليشيات الإجرامية الصفويين. كنا بعد شوية سمعنا الانفجار فرعنا إلى محل الانفجار وقدنا أنهم سلامات، كان عندهم خوف الأطفال والنساء، منهم أخذوا إلى المستشفى ومنهم هربوا إلى الجبال. طيب كيف كان شعور الناس لحظة؟ كان هناك خوف ورعب شديد. هذه ناس إجراميين لا يرحموا الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، يستهدفوا كل ما موجود على الأرض. قتل 3 من عناصر ميليشيا الانقلاب وأصيب 4 آخرون في تجدد المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيا الانقلابية في مديرية ذي ناع بمحافظة البيضاء. وأوضح مصدر في المقاومة الشعبية أن المواجهات اندلعت في مناطق شعاب ناصر والثيبة، وتمكنت المقاومة الشعبية من خلالها من السيطرة على موقع الثيبة وتطهيره من الميليشيا والاستيلاء على أسلحة وذخائر وتفكيك ألغام ومتفجرات زرعتها الميليشيا الانقلابية في محيط الموقع. إلى ذلك قصفت الميليشيا الانقلابية بالأسلحة الثقيلة على منازل وممتلكات المواطنين في منطقة يفعان والمناطق المجاورة لها، ما أسفر عن تضرر عدد من مساكن المواطنين. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب على أهمية الإعلام ودوره في مواجهة إعلام ميليشيا الانقلاب ودعم جهود التنمية وإعادة إعمار ما خلفته الحرب. وشدد الوزير عرب خلال لقائه بعدد من قيادات المؤسسات الإعلامية على دور الإعلام في كشف الجرائم والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا المتمردة بحق أبناء الشعب اليمني، وكذا دوره في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار لتكوين رأي عام مستنير يساهم بالنهوض بالوضع بصورة شاملة. وأكد الوزير عرب أن الحكومة ستعمل على معالجة ما يمكن معالجته من مشكلات خاصة بالإعلام بالتعاون مع رئاسة الجمهورية والسلطة المحلية، وقال إنه سيتم إعادة بث إذاعة عدن على موجة الإف إم خلال الفترة القادمة. دعا المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب المنطقة العسكرية 3 وقواتها في صافر بتحمل مسؤولياتها في حماية آبار النفط من العبث ومنع عمليات شفط النفط الخام من بعض العابثين وتهريبه. كما طالب أعضاء المكتب في الاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة علي الفاطمي الوحدات العسكرية ونقاطها في خطوط الطرقات بحجز أي مقطورة تحمل نفطا خاما، كون هذه الأعمال تعد عبثا بالثروة القومية وإضرارا بالاقتصاد الوطني. كما شكل المكتب التنفيذي لجنة لمنع البسط على أراضي الدولة من حدائق ومتنفسات وشوارع ومجاري سيول ومنع البناء فيها وإيقاف مفاعيل ترخيص البناء الممنوحة بشكل مخالف في مدينة مأرب. وأشاد المجتمعون بجهود المؤسسة العسكرية والأمنية في مواجهة وملاحقة المتقطعين للمواطنين ووسائل النقل الثقيل في الطرقات بالمحافظة
وطالبوهم بالمزيد من الحزم تجاه تلك العناصر وملاحقة المطلوبين ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة. واستمع المجتمعون إلى شرح من مدير عام مكتب التربية الدكتور علي العباد حول سير العملية الامتحانية الأساسية والثانوية وكذا الصعوبات التي واجهت العملية والإجراءات التي اتخذت لتجاوزها. وقدم مدير عام مكتب الأوقاف شرحا عن عملية التنظيم والتسجيل والإعداد لحجاج بيت الله الحرام من اليمنيين، كما استمع المجتمعون إلى تقرير مدير عام الخدمة المدنية سعود اليوسفي حول الانضباط الوظيفي في مختلف مكاتب ومؤسسات الدولة في المحافظة خلال الفترة المنصرمة. عقد بسيئون صباح اليوم اجتماع اللجنة الرئيسة والإشرافية لإعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية مديريات وادي حضرموت 2017-2019. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري أكد على أهمية عقد هذه الورشة لمناقشة الخطط المنطلقة من الواقع وكذا الطموحات والإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن اللجنة الأساسية والفرعية والمحورية المكونة من مديري الإدارات والأكاديميين وعمداء كليات وعليها أن تنظر بعين الواقع ونظرة المستقبل لإعداد هذه الخطة الاستراتيجية للتطوير والتنمية. اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي اطلع على مخلفات أضرار مياه الأمطار والسيول التي لحقت بالبيوت والأسواق والطرقات الرئيسة وقنوات مجاري السيول في مديرية شبام حضرموت. والتقى السعيدي خلال زيارته البيوت المتضررة بالمواطنين الذين وصفوا حجم الأضرار التي لحقت ببيوتهم. بدوره وجه الوكيل السعيدي لجنة حصر أضرار السيول بالمديرية بسرعة الرفع بما توصلت إليه ومتابعة بلاغات المواطنين والرفع بالكلفة الإجمالية لهذه الأضرار من أجل التدخل السريع لإعادة ترميم سور مدينة شبام التاريخية وإزالة عوائق مجاري السيول. قام وكيل محافظة عدن الدكتور رشاد شايع صباح اليوم ومعه عبد الله منصور بن سفاع مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني وجمال بلفقي منسق اللجنة العليا للإغاثة قاموا بزيارة مكتب الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، حيث اطلعه رئيس الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة شوقي بعظيم على أوجه الدعم المقدم من دولة الكويت الشقيقة لبلادنا خصوصا وللعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين ولحج والضالع وتعز. وقال بعظيم إن الكويت ممثلة بسمو الأمير صباح الأحمد الصباح قدمت منحة لليمن بمبلغ 100 مليون دولار، وقد شرعنا العمل وفق خطط مخصصة لاعتمادات مشاريع المنحة والتي تركزت على مجالات الصحة والتعليم والمياه والإيواء والمساعدات الإنسانية والغذائية. إلى ذلك أشاد الدكتور رشاد شائع وكيل محافظة عدن بدعم الأشقاء في الكويت لبلادنا في جميع المجالات، سيما ما حظيت به مدينة عدن من مساعدات كويتية في المجالات الصحية والتعليمية والمياه وغيرها. هذه نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. السفير الأمريكي يؤكد رفض بلاده للمجلس السياسي الذي أعلنه الإنقلابيون. الجيش الوطني يواصل تقدمه باتجاه العاصمة وناشطون يدشنون حملة قادمون يا صنعاء. تحرير مواقع جديدة في ثعبات بتعز والانقلابيون يواصلون استهداف الأحياء السكنية. في ختام هذه النشرة نشكركم على حسن المتابعة. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. دمتم في أمان الله.